في إطار سلسلة من الندوات محورها التواصل العمومي، نظم المعهد العالي للإعلام والاتصال بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية ندوة موسومة بالجهوية المتقدمة الفرص والتحديات. اللقاء الأول من نوعه الذي احتضنه مقر المعهد بالرباط اليوم الثلاثاء عرف مداخلات للفيف من الباحثين والمختصين وتفاعلا من الصحفيين وطلبة التواصل السياسي والجمهور من مشارب مختلفة، وخرج اللقاء بخلاصات مهمة منها ضرورة استكمال الجهوية المتقدمة بوصفها ورشا مهيكلا للدولة وتحفيز الديمقراطية التشاركية وتوفير آليات الحكامة العمومية الرشيدة والتركيز على الاختصاصات والوسائل الممنوحة للجهات وأهمية التخطيط الاستراتيجي. في الحقيقة هذه سلسلة ندوات اللي سطرها المعهد العالي للإعلام والاتصال مع شريكه المديرية العامة الترابية هو نوع من إطلاق النقاش العمومي حول بعض القضايا الترابية من هنا من المعهد العالي للإعلام والاتصال، وكذلك مناسبة لجعل طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال بكل مستوياته أنهم ينخرطون في التفكير وفي الاهتمام بالقضايا الجهوية وقضايا القرب وقضايا تدبير المحلي. فنحن سعداء أن هذه السلسلة تنطلق اليوم، وأنه إن شاء الله سوف نواصل العمل والتفكير من هنا بالمعهد العالي للإعلام والاتصال إن شاء الله. شكرا لك. إذن في الحقيقة المبادرة ديال المديرية العامة للجماعات الترابية وديال المعهد العالي للصحافة والإعلام مهمة للغاية وجات في التوقيت ديالها، لأن المغرب الحمد لله مقبل على نموذج نموي جديد، مقبل على انتخابات، وبالتالي العرض السياسي اللي غادي يكون إن شاء الله في المرحلة المقبلة وكذلك النقاش اللي مفروض أنه يجي في هاد المدة هذه خصو يكون مبني على واحد النقاش عمومي اللي فيه نوع من التكوين ديال هاد المنتخبين الجدد المرشحين، هاد المرشحين الجدد وكذلك المرشحين القدامى اللي كيتقاسموا التجربة باش يبان لنا الأشياء اللي ربحناها واكتسبناها في هاد المدة الأولى ديال الجهوية اللي كانت مليئة بالدروس. درنا زعما أشياء في رقم قياسي، ولكن كان عندنا كذلك هفوات وكانت عندنا تأخرات أشياء أخرى كثيرة، ولكن الحمد لله عندنا مؤسسات اللي كدير التحليل بحال المجلس الاقتصادي، عندنا مؤسسات اللي كتواكب بحال الدجستي والمعاهد العلمية والإعلام وواحد العدد ديال المؤسسات، المجتمع المدني، هادو كلهم في الحقيقة مؤسسات كتواكب والمجتمع العلمي. الآن هاد اللقاء هذا كيجي باش يقول لنا بأن خصنا محتاجين نقاش آخر مستوى آخر وندخلوا في التفاصيل ديال الحكامة وتوزيع الأدوار، وبغينا واحد النخبة جديدة اللي في الحقيقة تعطينا واحد الربح كبير، لأن العالم أول مرة كيعيش واحد المنعطف كبير جدا، لا في الاقتصاد ولا في البيئة ولا في ما هو اجتماعي، والمخاطر كبيرة ولكن الفرص كذلك المتاحة كبيرة. هذا الشيء علاش الحكمة خصها تغير، العروض ديال الأحزاب خصها تقوى، وكذلك العمل الجماعي اللي هو الوحيد اللي ممكن يعطينا في الحقة تطبيق ديال مبادئ الديمقراطيه، باش ما ننساوش بان الهدف ديال كل شيء المؤسسات والاليات والانتخابات راه هو الاثر على المواطن وعلى المجال وعلى العداله الاجتماعيه وعلى الانظمه البيئيه. دابا الشكر الخالص لجاك المنظمه لهذا الملتقى العلمي الباريز في اطار يعني مؤسسه التواصل اللي كتنتهجوا المديريه العامه للجماعه الترابيه من اجل التعريف بالمؤسسه يعني تنزيل الجهه المتقدمه. بطبيعة الحال هذه المبادرة يعني هي بداية للمسلسل ديال التواصل، والهدف منه هو خلق كما تمت الإشارة إلى ذلك، خلق يعني ثقافة جهوية، لأن أي مجال
من اجل التملك التملك ديالو لابد من يعني من 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 يعني التعريف بالتعريف بهذا المجال سواء من ناحية المفاهيمية او من ناحية يعني الانجازات المرتبطه به. ايضا يعني بالنسبه للتنزيل ديال الجو المتقدمه بطبيعه الحال فالمديريه الجامعه الترابيه بشراكه مع الجمعيه ديال الجهات يعني خطات واحد الخطوات كبيره في اطار مسلسل ديال التواصل يعني من اجل يعني تدليل العقبات اللي كانت كتواجه يعني التنزيل السريع والكامل للجهه المتقدمه وهذا اثمر واحد المجموعه من الانجازات كان اخرها يعني توقيع اطار توجيهي يتعلق بتفعيل الجهه لاختصاصاتها واللي تم التوقيع عليه من طرف 12 قطاع وزاري الى جانب الساده رؤساء مجالس الجهات في 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 بمناسبه انعقاد المناظره الاولى للجهه المتقدمه باكادير في 20 دجنبر 2019. اول شيء انا اشكر وسائل الاعلام تغطيه هذه الندوه الجهويه حول الجهويه المتقدمه والفرص والتحديات، وكما لا يخفى عليكم اننا في مشارف هذه الولايه ديال الجهه ديال المجالس المنتخبه في المغرب كاينه ولايه مقبله بواحد السقف اعلى وزاره الداخليه من خلال الاختصاصات ديالها تواكب الجهات باش تنزل الحكمه الترابيه يعني في اطار من الانسجام، لان هذا هو النقطه الاساسيه في يعني تحقيق ذاك التنميه التي ينشدها المواطن. بغينا جهود الانسجام تكون على المستوى الترابي، اذا كاين واحد تضافر ديال الجهود في هذا السياق. كاين مجموعه ديال يعني الامور لابد ان نذكرها، ولكن اخص بالذكر النقطه الاساسيه هي ان لا يمكننا ان ننهض باي اختصاص دون كفاءات مبنيه، دون قدرات مبنيه ديال بما فيهم ناس الاعلام يكونوا متخصصين في تتبع هذا المجال وتقييمه، وكذلك الفاعلين على المستوى الترابي لا سياسيين ولا اطور ديال الوزارات ديال الجهات الاداره ديالها، وكذلك ديال المصالح اللامركزه. كاين برامج ديال تقويه القدرات ديالهم، والجماعه الترابيه يعني تطلب الدعم في هذا السياق وتوفره المديريه العامه جماعه التراب من خلال المديريات ديالها المهنيه كلها، يعني اختصاصات مدققه ومجال التدخل مدققه لا في الماليه ولا في تنميه القدرات ولا في المسائل القانونيه ولا في المسائل ديال التدبير. وهناك اهميه في هذه المرحله المقبله يعني في الاولويات ديال تنميه القدرات هو التخطيط الاستراتيجي، لابد لانه اداه طبعا لا تكفي الاداه بوحدها، خص مسائل اخرى، ولكن لابد من تملك هذه الاداه واشراك الساكنه من اجل ان يجد الناس يعني تطلعاتهم واهتماماتهم ورغباتهم في هذا المستوى الترابي اللي نعقد عليه امل كبيره كورش على المستوى الوطني. وما صدور التقرير ديال تقرير النموذج التنموي الذي قدم امام انظار صاحب الجلاله نصره الله الا ليعطي واحد المستوى يعني ديال الانسجام، يجب ان تتوجه او تنسجم جميع البرامج التنمويه مع توجهات ديال تقرير النموذج التنموي. وتنشكركم جزيل الشكر. هذه العلاقه المنتخبين ممثلي السلطه المركزيه هنالك ما هو اشد وانكى كما يقال. عندهم واحد المنتخب تما كان تيعطي الناس الرخص ديال البناء علما ان المنتخب ما بغاش تعطي ولكن كتعطي، وتراكمت هذه المساله في دايره الولايه ديالو. الوقت اللي جا واحد المسؤول ديال السلطه اخر انتقم منه وصيفطه للحبس. المهم في ظل هذه الجمعيه المتقدمه، السؤال ديالي هو لماذا تعطي اي صفحه سياسيه او تنمويه في انتظار في ظل عدم توفر عدد من المنتخبين الفاعلين على الشهادات الابتدائيه؟ من الاعلام، هل تريدون اعلاما محددا؟ اي اعلاما ينقل فقط الخبر؟ ام انكم تريدون اعلاما شركا يعمل على التعريف وعلى التحسيس بالامنيه في الجهه المتقدمه؟ هذا هو سؤالي. هل بامكان تحقيق تماسك اجتماعي وتناسق مجالي وعداله ترابيه جهويه مع استمرار التمركز الجهوي في مجال خلق الثروات ورسم السياسات العموميه في المركز؟ تجربه الجهويه الموسعه تاتي جاءت في سياقات، والسياق الاساسي ابرز ما يميزها هو ان بعد ان كان البعد السياسي هو المتحكم والمحرك الاساسي للمشاريع والبرامج والاستراتيجيات، اصبح اليوم البعد الاجتماعي والتنموي هو المحرك الاساسي. السؤال الثاني، في حواركم ذكرتم ان الجهات المختصه في بلادنا تحاول انجاح وبناء الثقه مع المواطن المغربي. سؤالي يتمحور حول المواطن ايضا، ماذا اعتمدت المديريه العامه
العامة للجامعات الترابية لإشراك المواطن المغربي فعلياً